نعمل تاني وصفة من حلقة النهاردة اللي هي آخر حلقة من حلقات بورما، واللي هي التيذن كيك أو كيك التسنين. بالنسبة للعجين عندنا 1 كوب دقيق، 1 كوب دقيق رز، رشة ملح، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 معلقة كبيرة زيت، وتلتين كوب مية. المية ممكن نزود على حسب الحاجة. بالنسبة للحشوة عندنا 1 كوب جوز هند ونص كوب سكر. للصوص اللي هنطبخها فيه هيكون 2 كوب حليب و1.5 معلقة كبيرة سكر، وللتزيين عندنا جوز هند مبشور. نحط الصوص اللي هتطبخ فيه على النار عشان عايزينه يسخن، وهنحط كل المقادير مع بعض. عندنا دقيق الرز، الدقيق العادي، المية، الزيت، البيكنج سودا والملح، وهنخلطهم مع بعض وهنشوف لو هنحتاج مية زيادة ولا لا. بالنسبة للحشوة هيكون الجوز هند والسكر مخلوطين مع بعض وهنقلبهم. وده اللي هنحشي بيه، ده بيكون ملمس الكيك أو العجين. هناخد قطعة صغيرة من العجين هنفردها بالشكل ده ونعمل فيها زي حفرة كده عشان نقدر نحط الحشو. وهنقفلها ونتأكد ان احنا قفلناها كويس. وبكده يبقى عملنا اول واحدة. اوكي، اللبن بقى سخن، هنحط فيه كرات العجين اللي حشيناها. برضو نرجع نتأكد تاني ان كل حاجة مقفولة كويس. خلصنا حلقة بورما، يا رب تكون عجبتكم.